28,500 جرعة من لقاح فايزر استلمها لبنان كدفعة أولى. عملية التلقيح بدأت بكبار السن والذين يعملون في الصفوف الأمامية من الكادر الطبي. كان فرحتي واصل آخر الدنيا، قد ماني مبسوط أني طعمت، مش طعمت لأنه أنا خايف أنه من الموت، بس أنا بحب الإنسان دائما يحافظ على صحته. أنا عمري 92 سنة ما بشكي من شيء. مش بس أنه مبسوطين طبيا أنه صار في عنا فاكسينيشن وجسمنا بيعمل مناعة، بالقليل صار في أمل. اللقاح الذي وصل بعد طول انتظار لتأخر الدولة اللبنانية عن القيام بالإجراءات المطلوبة أعطى جرعة أمل أولا للجيش الأبيض. هلأ اللقاح إجا بالوقت المناسب، علينا أن نتعامل بإيجابية وتفاؤل لتحقيق المبتغى والهدف الأساسي، حماية مثل ما قلنا المسنين واللي عندهم أمراض مزمنة ومستعصية والأطقم الطبية اللي هي عم بتأمن حماية بأدائها. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أطلق الحملة الوطنية للتلقيح من السراي الحكومي. وبعدها سنبدأ بالتحرر تدريجيا من القيود التي فرضها علينا هذا الوباء، وبالتالي عودة دورة الحياة إلى مختلف القطاعات عند تحقيق المناعة المجتمعية المنشودة. وجدد الأطباء الدعوة للجميع بضرورة تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح بعد أن تبين أنهم لا يتعدون 500,000، وهو رقم اعتبروه صغيراً. الدفعة الأولى من اللقاح وصلت بانتظار وصول الدفعات الأخرى تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستصل إلى 2,100,000 لقاح فايزر طلبتها السلطات اللبنانية، التي لا تزال تفاوض من أجل استيراد لقاحات من شركات أخرى في خطوة متأخرة لكن معتادة. ناهد يوسف، الحدث، بيروت.